بكم مشاهدينا في حلقه جديده في برنامج سيسياتير طبعا لان فن الكاريكاتير هو فن لا ينفصل عن الواقع دايما بيعبر عن الاحداث الفنيه والاجتماعيه والسياسيه وطبعا لان الحدث الاهم والابرز واللي بيفرض نفسه على الساحه هذه الايام هي طبعا الاحداث في قطاع غزه وفي فلسطين ومعاناه الشعب الفلسطيني. طبعا فن الكاريكاتور معبر جدا عن هذه الاحداث وعن اهم الصور اللي بنشوفها وطبعا لان هو فن طبعا بيعتمد على الصوره وعلى الرسم فهو طبعا بيعبر بشكل اساسي على الاحداث اللي احنا بنشوفها يوميا. النهارده هيكون منورنا في البرنامج استاذ احمد عبد النعيم رسام الكاريكاتير اهلا بحضرتك منورنا يا فندم في البرنامج اهلا عميك. بحضرتك طبعا احداث فلسطين وقطاع غزه هي الابرز في هذه الفتره وطبعا نهايه السنه بتشهد للاسف يعني احداث حزينه فمعظم يعني رسومات حتى الكاريكاتير معظمها صور حزينه للاسف طبعا لانها بتعبر عن الاطفال وعن الماساه اللي احنا بنشوفها يوميا هنبدا مع حضرتك اول صوره وحضرتك طبعا اللي هتعلق عليها يعني منذ ايام كان بيحتفل العالم بذكرى يوم الصمود الفلسطيني ونشوف مع بعض اول صوره هو يعني هي صوره معبره جدا اعتقد الاستاذ احمد خالف اللي عاملها بيتكلم عن فلسطين صامته هو يعني زي ما احنا شايفين هذا الشاب الفلسطيني اللي ثابت وقاعد على الارض يعني واقف وماسك العالم الفلسطيني وهو يعني في الخلفيه عامل لنا مساحه من حالات الدمار اللي موجوده في في قطاع غزة هي صورة معبرة جدا الحقيقة أكيد آه الصورة الثانية هي لرسام الكاريكاتير أحمد خلف هو برضو بيصور علم فلسطين وعليه علامة النصر آه هو ده بقى يعني دي اللي احنا بنقول عليها رسام الكاريكاتير بياخد الرموز أو الثوابت وبيحاول يشتغل على الثابت دون أو من خلال العناصر اللي احنا <applause> بنعتبرها ميزة في الكاريكاتير يعني هو النهاردة واخد علامة النصر وفي الخلفيه عامل العالم الفلسطيني اللي دايما بيتمنى هنا الرسام انه يكون مرفرف على الاراضي الفلسطينيه. اكيد بس حضرتك شايف ان الواقع اللي احنا بنشوفه دلوقتي في فلسطين اكيد في نصر طبعا لان هم حققوا على قد الهزيمه أه. والدمار اللي بيعاني منه قطاع غزه لكن في نفس الوقت في تعاطف كبير من دول حتى اوروبيه من الشعب من الشعوب نفسها بخلاف الحكومات الشعوب نفسها الاوروبيه متعاطفه بشكل كبير جدا مع القضيه الفلسطينيه هذه الايام. هو يعني يمكن استمراريه او يعني طول مده العدوان الغاشم اللي بيحصل على ارض غزه قدرت انها ترد بشكل صريح وواضح على الآله الاعلاميه الصهيونيه اللي حاولت انها تغيب الواقع او تغيب الضمير العالمي، لكن بقى واضح جدا جدا من خلال استهداف استهداف النهارده اخر احصائيات طلعت قالت ان 42% من الشهداء من الاطفال النهارده بتضرب مستشفيات بتضرب حضانات للاطفال فقد ايه قدرت استمراريه وهي دي يمكن ميزه من مميزات السوشيال ميديا او نعم. يعني التواصل الاجتماعي ان قد ايه الناس ممكن تشير الفيديوهات دي نعم. حتى مش محتاجين قنوات اعلاميه لان احنا عارفين الاعلام الغربي دايما بينقل الصوره الخاصه باسرائيل ان اسرائيل هي الضحيه ولكن نعم. السوشيال ميديا بقت بتلعب دور مهم ان بينقلوا صوتهم هم كمان الشعب الفلسطيني ما هو في ظل الميديا الرهيبه قوي ده ما نقدرش نقول انه في شيء مش معروف كل شيء معروف الا النيه وبالتالي فكره انه فكره ان استخدام الاله الاعلاميه الموجهه ما بقتش موجوده لان احنا دلوقتي الافراد بقوا بقوا هم نفسهم الات اعلاميه من خلال الموبايل من خلال السوشيال ميديا زي ما حضرتك تفضلت وقلت اكيد دلوقتي مشاهدينا هنروح لفصل ونرجع مره ثانيه نكمل حلقات عدنا مرة أخرى مشاهدينا هروح مع حضرتك طبعا للصورة القادمة وأيضا هي عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني آه الحقيقة هو يعني كاريكاتير رائع جدا جدا شوف حرك يعني هنا التكوين اللي هو تكوين الإيد مع الإيد في العالم الفلسطيني طبعا العلم المصري وفيه حمامات سلام في الخلفية حقيقة صورة أنا بشوف أنها صورة معبرة جدا جدا عن التلاحم ما بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني ومصر طبعاً داعمة للقضية الفلسطينية على طول تاريخها أكيد وده فعلا اللي بيؤكده حتى الطرف الفلسطيني دايما بيشكروا جدا موقف مصر لا. سواء كان لفتح معبر رفح أو حتى لوصول المساعدات حتى التحدث في في معظم يعني المحافل الدولية وقد إيه إن دور مصر مهم لوقف حتى القتال والهدنة اللي حصلت كان مصر ليها دور كبير برضه ودورها دورها الحاسم في رفضها القاطع لحل القضية الفلسطينية عن طريق التهجير القسري أو عن طريق ايجاد وطن بديل مم. القياده السياسيه اكدت على ان الحل هو في اقامه دوله فلسطينيه تكون عاصمتها القدس اكيد الكاريكاتير القادم هو الحضرتك وهو طبعا صوره بندقيه قناص عليها آه يعني حضرتك بقى اللي هتفسر لنا بالظبط الصوره معناها ايه يا هو ده كاريكاتير الحياه مش كاريكاتير خاص بيا لكن هو كاريكاتير آه ده الكاريكاتير غزه. أيوة. آه هو طبعا ده الطفل الفلسطيني اللي هو حنظله وهو حنظله احنا بنعتبره كرسامين كاريكاتير هو الايقونه آه للطفل الفلسطيني وهو كان من ابداع رسام الكاريكاتير ناجي العلي وانا هنا بقصد اقول انه آه سلاح القناصه دائما بيستهدف الشهداء وبيختار يمكن الاطفال كتير قوي بيدفعوا الثمن اكيد وهي فعلا الغريب من استهداف الاطفال في هذه الحرب كارسة يعني هو شيء ملفت للنظر جداً. فعلا وكانه شيء متعمد يعني استهداف الاطفال 42% هل ده بيبقى الهدف منه يعني القضاء على القضايا الفلسطينيه للمستقبل لان الاطفال دايما هم المستقبل اللي بعدين فهل ده يعني شيء يعني جزء جزء كبير جدا م. جدا من القلق الاسرائيلي متمثل في الحروب البيولوجيه اللي هي اللي هي المراه الفلسطينيه عندها القدره على الانجاب طول الوقت يعني فهم بيحاولوا ان هو يعني يقتلوا المستقبل في شكل الاطفال الصغيرين دي ده جزء والجزء الثاني الاكبر انه بيقول انه احنا مش في حاله حرب، الحرب المفروض انها ما بين جيوش نظاميه لكن هم هنا في حاله اباده وليست حرب يعني. أكيد. الكاريكاتير القادم بيصور لنا صورة للرئيس بايدن وهو بيمهد الطريق لنتنياهو. الحقيقة صورة معبرة جدا جدا لأن هو رسام الكاريكاتير هنا بيتكلم عن الدعم اللامحدود محدود أو الدعم الأمريكي اللا محدود للكيان الصهيوني وهو بايدن طبعا بيفرش الأرض وإحنا عندنا الدبابات أو الجرافات زي ما إحنا شايفينها. وهي بتتحرك وكانه هو بيقول لهم يعني بيمهد الطريق يعني بيسهل الطريق وشوف كمان رسام الكاريكاتير شاطر قوي قوي انه خلى كمان الـ الـ التمهيد ده يعني لو بصينا لو ركزنا في اللوحه قوي هنلاقي الشعار بتاع الامم المتحده ايوه بالظبط آه. ان ده بيتم تحت تحت غطاء آه. تحت معلوميه وبتاع. اكيد الكاريكاتير القادم برضو بيصور لنا وحشيه العدوان الاسرائيلي نعم مم. نشوفه مع حضرتك وتعلق عليه اتفضل اه هو يمكن ده الفنان احمد قعود في اليوم السابع وهو يعني هو عمل كاريكاتير رائع قوي يمكن لو نبص لحجم الدم او يعني هو اللون الاحمر اللي مستخدمه جايب المصورة اللي هي بتستمر في مزيد من الدم او مزيد, مزيد من, من الدماء. الاستنزاف مم. طبعا ويعني احمد هنا بيصور العالم وكانه غرقان في هذا ولكنه للاسف يعني مكتوف الايدي او كل بيعمله ان هو بيشجب او بيدون بيدي فقط للاسف أوه. يمكن أصف. احنا شايفينها من خلال الوجه حتى الوحل. علامات التعجب او يعني الاستغراب على الوش أو الاستغراب أو والتعجب مم. مجموعه أكيد. من التعبيرات في نعم. الوجه يعني اكيد الكاريكاتير القادم بيصور ام فلسطينيه وهي طبعا خائفه من نعم. رصاصات الاحتلال اه الحياة هو كاريكاتير رائع جدا ويعني لو ركزنا اكتر في الطفل الصغير اللي هو كانه منتظر الخروج إذا كانت الأم فيها خوف وده خوف طبيعي لا خايفة كمان على ابنها وده خوف طبيعي يعني ده خوف إنساني يعني ولكن الطفل الصغير عنده قدرة على التحدي وعنده رغبة في الخروج لاستكمال المسيرة مم. طيب الكاريكاتير القادم بيقدم لنا صور لسلاسل الاحتلال و هي إيه المقصود بيها هنا حضرتك؟ هو يمكن ده كاريكاتير لعماد حجاج في في القدس في القدس العربية وفنان آه أردني آه خلينا بس نبص على السلاسل كده ون ون ونركز هنلاقي السلاسل بتكون كلمة غزة مم. يعني في غين وفي زين وفي تي مربوطة وكأنه محاولة ربط أو محاولة سلسلة غزة أو سلسلة القضية قدر الصمود الفلسطيني إنه يفكها ويعيد تكوينها مرة أخرى مم. ودي بتؤكد حاله الصمود والتحدي ان ثلاث حروف ايوه من آه كلمه غزه لو ركزنا لو ركزنا هنلاقي غين وزين وت مربوطه مكونه تشكيل اللوحة اللي ابتدت الحلقات تتفك نعم يعني اه هو نعم يعني فكره الحصار الحصار كان طول الوقت مفروض هو حصار غزه ولكن قدر الصمود انه بالعكس يتحرر من كل هذه القيود الكاريكاتير القادم هي عباره عن كساره وبنشوف فيها عين الجمل العصيه م. على الكسر. اه هو معروف انه يعني كساره البندق المفروض انها جامده يعني حاجه بتكسر شيء جامد لكن الصمود غزه العصيه على الانكسار بنشوفها هو هنا مستخدم حبايه البندق دي وكانها هي اللي كسرت القساره وليس العكس. لا آه. اه وده ف... اللي مش متوقع يعني هو اللي كان متوقع ان اسرائيل هي الاقوى طبعا ولكن ما حدش كان متوقع ان الصمود الفلسطيني هيكون بالشكل ده. ده. ده ده جزء من من اهداف فن الكاريكاتير اللي هو كسر التوقع اللي انا برسم كاريكاتير وحضرتك متصوره انه الكاريكاتير هي هيؤدي الى شيء فبكسر التوقع عند المتلقي بس هو الواقع كده فعلا يعني طبعاً هو الشعب الفلسطيني طبعاً صامت جدا لكل اللي بيشوفه اللي بيحصل معاه يوميا اي شعب تاني بتالي كان صعب جدا يتحمل هم بيتحملوا و... طول الوقت عنده قدره على, ال... على 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 العيشه وقدره على على قبول ال... كل ما, يح... ما يحدث له أكيد الكاريكاتير القادم هو صوره حقيقيه لجد بيحضن حفيدته. نعم اه. كان دي طبعا صوره يعني شيرتها كل وكالات الانباء لكن رسام الكاريكاتير اعاد هنا مش بنقول اعاد رسمها ولكن اعاد صياغتها بشكل اخر ورسم لنا البالونه والبالونه كانها جزء من التكوين اللي لو بصينا للتكوين اللي عمله الرسام ثم عمل البالونه وكأنها بتصرخ معاه في توضيح للعالم يعني هو الرسام هنا أعاد صياغة الصورة اللي هي صورة ممكن نشوفها صورة فوتوغرافية لكن هو أعاد صياغتها برشته بالإحساس اللي وصل له يعني. أضاف ليها أضاف ليها الإحساس أضاف من هو. لأن الصورة الصامتة دايما صورة مش معبرة يعني. نعم القادم هو طبعا استهداف إسرائيل للمستشفيات وتحديدا لحضانات الأطفال نعم هو ده من ضمن الكاريكاتيرات برضه اعتقد ان ده منشور في جريده القدس العربيه وهي الحضانه هنا وكانها يعني قبر يعني بدل ما تكون هي وسيله للحياه اصبحت آه يعني مكان الموت من متنفس مم. للحياه فهي هنا قبر وقدر رسام الكاريكاتير بخطوط بسيطه جدا انه يعبر واعتقد ان اللوحه واصله وده نوع من انواع الكاريكاتيرات اللي بنقول عليه إنه كومنت الكاريكاتير الصامت اللي هو مش محتاج كلام في الحقيقه اكيد دلوقتي مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع مره تانية نكمل حلقتنا عدنا مرة أخرى مشاهدينا ورسم الكاريكاتير القادم اللي هنشوفه مع بعض هو حمامة السلام لعماد حجاج آه يعني هو عماد حجاج هنا رسم حمامة السلام بس أرجو أن احنا نركز في العالم بتاعت بتاعه سلام يعني هان السلام هي تقريبا هو رسمها مش نايمه لكن نقدر نقول عليها انها استشهدت او ماتت مم يعني لكن مم الرجول هنا وهي يعني عامله في رجل بتعمل العلم الاسرائيلي وفي رجل اخرى فيها الشمعدان يعني اللي هو ده فتعبير طبعا تعبير رائع وده برضو من الكاريكاتيرات الصامته اللي مش محتاجه تعليق او مش محتاجه ان الرسام يكتب تعليق لان هو الصوره والرساله وضحت بشكل كبير. نعم الكاريكاتير القادم هو ايضا عن مفتاح الحل وهو طبعا المفتاح ده يعني شيء مهم جدا في الثقافه الفلسطينيه. نعم ده يمكن كاريكاتير لشريف عرفه في جريده الاتحاد الاماراتيه وشريف الحقيقه عامل مجموعه من الرموز اللي اعتدنا على رؤيتها كرسامين كاريكاتير يعني في عندنا المفتاح في حمامه السلام في القفص وهو يعني عامل الباب مقفول، طيب فين بقى المفتاح بقى؟ لو بصينا في خلفيه اللوحه هنلاقي شريف بيقول انه الحل في اقامه دولتين. هو ده المفتاح اللي ممكن يخرج حمامه السلام وممكن انها يعيد التوازن في المنطقه مره اخرى. ان هو ده الحل؟ نعم. قبول دوله فلسطين آه هو مم. هو عامل ان هو الحل لو بصينا في خلفيه اللوحه هو بيقدم لنا الحل مم. هو عمل لنا المشكله وبيقدم الحل اكيد الكاريكاتير القادم هو عن جرائم الاحتلال واستهداف الامهات مم. والابناء اه هو هنا برضو يعني خلينا نستخدم خلينا نشوف رسام الكاريكاتير استخدم رمز رائع قوي اللي هو اليو ان اللي هو الامم المتحده آه. ولكن هو وهو بيستخدم الحرفين دول اليو والان خلى صاروخ قادم عليه طبعا العالم الاسرائيلي وبيكسر كل قرارات الامم المتحده بينما الام يا بس انا ابص نركز كده فوق الام في مجموعه من علامات التعجب وعلامات الاستفهام وكان الام بتقول طيب يعني احنا بعد قرارات الامم المتحده وبعد الموقف العالمي ليه الاستمرار في هذا يعني نقول البشاعه وكانه يعني بيضرب عرض الحائط بكل ما بكل القيم والاعراف الدوليه آه طيب الكاريكاتير القادم آه احنا شايفين سيده فلسطينيه وبيقف امامها الطفل آه الشهير طبعا او الرمز هنزل. للاطفال في فلسطين هو واحد من كاريكاتيرات آه ناجي العلي ورغم مم. ان ناجي العلي آه توفى في 8, 87 لكن كل الكاريكاتيرات بتاعته قابله انها هي كاريكاتيرات احنا بنعتبرها كاريكاتيرات حيه لإنها بتعبر عن القضية الفلسطينية طول الوقت. وهنا آه ناجي علي عامل الأمة الفلسطينية، الشال هو عبارة عن آه نقول عليها دايما اللي هو الـ 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 الأسلاك الشائكة، هو عامل الشال كده، وطبعا حنظلة اللي واقف مكتوف الأيدي وبينظر للأمة الفلسطينية، لكن هو ناجي العلي رغم خلفية اللوحة السوداء إلا إنه دايما بيحط أمل كده اللي هو هلال او طاقه نور يعني مم. ان في امل يعني رغم بالزارة. كل الصعاب والمشاكل آه. والاسلاك الشائكه اللي بتحيط بفلسطين مقيداها ولكن فيه أمل. في امل ولد اللي واقف مكتوف الايدي لكن هناك امل جاي في الطريق أمم، اكيد طيب الكاريكاتير القادم هو لخريطه فلسطين لعماد حجاج هو عماد حجاج آه هو في القدس برضه هو راسم آه نقدر نقول عليها المواطن الفلسطيني هو بيحتضن حاجتين بيحتضن قطعه من بيحتضن الخريطه اللي هي قطعه من الارض او الارض الفلسطينيه بينما في الايد الثانيه هو العلم الفلسطيني وكانه هنا بيؤكد على فكره الحفاظ على الارض والحفاظ على الهويه في كاريكاتير اعتقد انه كاريكاتير معبر ويمكن مات حجاج هنا مستخدم الخطوط القوية اللي بنقول عليها الناشفة عشان الرسالة توصل بشكل أسرع بشكل مباشر نعم. يعني نعم الكاريكاتير القادم هو آخر دي آخر صورة معانا وهي عن الجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية نعم هو ده أحمد قعود الفنان الجميل في اليوم السابع هو بيقولها بشكل مباشر كده الجهود المصرية الخاصة لإنقاذ القضية الفلسطينية وهو عامل جهاز أشعة وبيركز بيقول إن جهاز الأشعة ده لو ركزناه على مصر رمز مصر هنا هنلاقي القضية الفلسطينية أو هنلاقي فلسطين دي خريطة فلسطين م. جوه القلب فأعتقد إن ده كاريكاتير واضح وصريح ومباشر وأحمد يعني كان شاطر قوي فيه أكيد هي طبعا نعم. الدول العربية كلها جوه قلبنا نعم. لأن في الآخر الوطن العربي هو وطن واحد أكيد. نعم. أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك النهارده معانا وشكرا جدا على تعليقك على الرسومات الكاريكاتير اللي كانت معانا الأستاذ أحمد عبد النعيم رسام الكاريكاتير شكرا لوجودك. أنا اللي بشكر حضرتك وكنت سعيد جدا مع حضرتك. شكراً ميرسي شكراً. 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 شكرا بشكر جدا كل المشاهدين على المتابعة وإن شاء الله يتجدد اللقاء.